نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفتنا، تنضم إلينا الآن من بكين الصحفية سعاد ياي شينهوا. سيدة سعاد، أهلا بك معنا. بداية، ما دلالات هذا الإعلان، إعلان بكين بزيادة ميزانية الدفاع وتعزيز الجيش، ودلالات توقيت هذه التصريحات؟ صباح الخير. كما نعرف أن حصة الإنفاق الدفاعي للصين تحافظ دائما في الناتج المحلي الإجمالي، تحافظ دائما على استقرارها بشكل أساسي لسنوات عديدة، حيث تكون الحصة دائما أقل من 1.5%، بينما تكون الحصص للعديد من الدول أكثر بكثير من الحصة للصين، وبما فيها مثلا اليابان التي تبلغ حصتها هذه أكثر من 2%، والولايات المتحدة فإن الحصة لها تبلغ نحو 3.7%. فإن حصة الإنفاق الدفاعي للصين في الناتج المحلي الإجمالي يعد أقل من المتوسط العالمي، وزيادته مناسبة ومعقولة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أكدت الصين أن زيادة إنفاقها الدفاعي تكون في سيطرة وفي الإطار المعقول، ولن تهدد أمن الدول الأخرى. وتزيد الصين إنفاقها الدفاعي بشكل الرئيس من أجل تحديث الجيش والإصلاح للقوات، لأن تجهيز وتدريبات لجنود الجيش الصيني كان من أجل الدفاع الوطني لسنوات عديدة، ومع التطور المستمر لقواتها الشاملة وكذلك زيادة المخاطر والتهديدات الخارجية التي تواجهها الصين في الوسط الدولي، فإن زيادتها للإنفاق الدفاعي. اسمحي لي هنا سيدة سعاد، دعيني أقطعك، لكن هناك من يرى بأن الصين ومنذ سنوات تتأهب لأي مواجهة محتملة حتى مع الولايات المتحدة، يعني لا تستمر هنا بكين بالسير في هذا النهج، يعني تدريب مستمر لمحاكاة ربما أي احتكاك مع تايوان، موضوع تطوير صواريخ فائقة السرعة، كل هذا استعدادات، خاصة يعني أخذ بالاعتبار ما تحدث عنه هنا المتحدث باسم البرلمان الصيني عندما قال بأنه هذه الخطوة تأتي انطلاقا من ضرورة الاستجابة للتحديات الأمنية المعقدة. من وجهة نظر بكين هنا سيدة سعاد، ما هو أبرز تحدي أمني بالنسبة لبكين اليوم؟ أولا يمكن أن نلاحظ أنه يعني مثل ما ذكرته وأيضا ذكر يعني المتحدث صباح اليوم في المؤتمر الصحفي، أن هناك الصين تواجه في الوقت الحالي المخاطر والتهديدات الدولية المتزايدة. كما نعرف أن يعني هناك تصعيد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وأيضا يعني يمكن أن نلاحظ أن دائما هناك تصعيد التوتر بين البلدين في مسألة تايوان، وكل ذلك يمكن أن نعرف أن الصين يجب عليها أن تستعد لمواجهة أي مخاطر الناجمة عن هذه التوترات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن نلاحظ أن الصين أكدت لمرار أيضا أن زيادتها لقواتها الدفاعية ليس من أجل التنافس العسكري مع الولايات المتحدة والدول الأخرى. تتمتع الصين بأفضل سجل في العالم خلال عقود ماضية في الحفاظ على السلام والاستقرار، ولم تشن أي حرب ضد دولة أخرى، ولا تقوم بشن حرب عبر الوكالة. ومع استمرار الولايات المتحدة واليابان وغيرهما من الدول في زيادة إنفاقها في قواتها وأيضا تهديداتها والأعمال وتحركات استفزازية المتزايدة في المناطق المتجاورة بالصين، فأعتقد أن زيادة الصين إنفاقها الدفاعي وفي إطار المعقول هذا مناسبة ومتوافقة فقط من أجل الدفاع. اسمح لنا على المقاطعة سيد السعد، يعني بكين تقول بأن هذه الخطوة وهي قوة إيجابية للحفاظ على السلم العالمي، كيف سيتم الحفاظ هنا على السلم العالمي من وجهة نظر بكين؟ أولا يمكن أن نلاحظ أنه خلال هذه السنوات أن الولايات المتحدة تعمل دائما على القيام ببعض الأعمال استفزازية وتحركات استفزازية في المناطق المجاورة للصين، وأيضا يعني تعمل على تعزيز حلفائها في دول الآسيا، في دول الآسيوية، وخاصة يعني في منطقتي المحيطة والهادئة. وأعتقد
يعني أن الصين قد أكدت مثل هذه الأعمال الولايات المتحدة، يعني ما تفعله الولايات المتحدة في هذه المنطقة ليس من أجل حفاظ الأمن والسلام في هذه المنطقة، بل يهدد السلام والاستقرار في هذه المنطقة. كما نعرف أن هناك دائما يكون هناك المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان وأيضا يعني كوريا الجنوبية وغيرها من دول بهذه المنطقة، وأيضا يعني هناك يعني حوار رباعي بين بالتالي الولايات التحدي المتحدة. الأمن الأبرز اليوم بالنسبة لبكين الولايات المتحدة. أعتقد أن يعني بالنسبة للصين تعتبر الصين أن يعني تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة هذا يعني أهم من تنافس مع الولايات المتحدة، ولا تعمل الصين لتنافس مع الولايات المتحدة، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة تعمل دائما ل يعني ل استخدام مثلا ورقة تايوان لاحتواء التنمية الصينية، وذلك طبعا يحدد الأمن الصين ويحدد السيادة الوطنية الصينية. وكما نعرف أن الصين قد أكدت أنها إذا كان الأمر في حاجة يعني لن تتعهد الصين بدخل أن استخدام القوات العسكرية لتحقيق التوحيد الكامل الوطني في مسألة تايوان. شكرا لك يا سيدة سعاد ياي شينهوا، صحفية كنت معنا من بكين.